بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على كيفية إعداد البيانات ووضعها في إكسل بحيث إن إحنا نقدر بعد كده نحطها على برنامج الـ SPSS. طبعا زي ما أنتوا شايفين حضراتكم معايا كده، أنا جبت بحث، ده بحث كان عملته أنا والزميل الفاضل الدكتور حاتم البنا، وكنا بنقول هو البحث دوت كان عنوانه كده الـ Impact of Earning Quality on the Stock Performance in the Stock Exchange Market Evidence from Egypt. طيب لو حضراتكم شفتوا كده هنا الرسمة دي اللي بتوضح لنا إيه الـ Variables بتاعة الـ Study أو إيه المتغيرات المستخدمة. لو حضراتكم خدتوا بالكم كده أنا عندي هنا Firm Specific Return Volatility وتأثيرها على الـ Earning Quality، Earning Management وتأثيرها وهنقيسها بالـ Modified Jones Model، والناحية التانية Corporate Governance واخدين علاقات معينة، وبرضه هنا الكاش فلو فروم اوبريشن بنقيسها، ده طبعا القياس اللي احنا اخترناه الايرننج كواليتي، وبعدين الماركت بيرفورمانس للتشينج ان ستوك برايس. طيب يبقى معنى كده ان انا عندي على الاقل خمسة فاريبلز لازم يكونوا موجودين، واحد اللي هو الديبندنت اللي هو التابع كويس، وخمسة واربعة انا اسف اندبندنت. طيب عشان اعمل حاجه زي كده اولا في شكل معين للاكسل، انا برضو دي الاكسل اللي احنا خدنا فيها البيانات، الشكل بتاع الاكسل لازم يكون بالمنظر ده. يعني ايه؟ يعني لما اكون انا مختار شركات مثلا زي هنا كده لازم الشركات تكون على الشمال في الكولم الاولاني بالمنظر ده، خلاص. بعد كده السنين، اصل في بعض الناس بتعمل السنين هنا، لا طبعا للاسف لما بتعمل كده الـ SPSS ما بيعرفش يقرا البيانات صح. انا محتاج ان كل فاريبل يكون واخد بال حضرتك داخل vertically مش horizontally، يعني مش افقي لا عمودي، خلاص. طيب والـ earning management حسبناها وهي، والـ earning quality، يبقى احنا هنا كل كولم من دول خلاص اللي هو دول بيمثل عندي واخد بال حضرتك. طبعا دي اكسل مش كامله لكن يعني انا بس لمجرد الشرح كويس، انما لازم يكون كل واحد من المتغيرات المتعلقة بالستادي اللي أنا بعملها أو البحث اللي أنا بعمله يكون موجود بالشكل ده، ويكون الشركات طبعا زي ما انتم شايفين بقى خلاص بالمنظر ده. طيب يبقى أدي الشركة، الكولم الثاني هبتدي أحط فيه عدد واخد بال حضراتكم السنين، هنا مثلا هحط الستوك برايس افريج، هنا هحط الافريج ريتير، هنا الكوربريت جوفرنس بالمكونات بتاعتها اللي انا اخترتها، هنا كمان واخد بال حضرتك الايرننج مانجمنت طبعا حسبت الايرننج الموديفايد جونز موديل طبعا او اي طريقه انت حضرتك تستخدمها، الايرننج كواليتي برضو شفنا طريقه الحساب بتاعتها ازاي وحسبناها، وبقى عندنا الاكسل بالمنظر ده. طيب عاوزين بقى نبعت الاكسل دي على الاس بي اس اس عشان يبتدي يفهمها. طيب انا فتحت الاس بي اس اس اهو تمام، وعايز اخد البيانات ديت، عندي حلين، يا اما هعمل كده اهو، هعمل كوبي دوست كنترول سي كوبي، وهاجي هنا كده واعمل كنترول في واخد بال حضرتك، تبتدي الاس بي اس اس يبتدي يشوف البيانات دي، وطبعا بعد ما عملنا كوبي وبيست وطبعا زي ما انتم شايفين اتنقل كل الكولمز بالمنظر ده. هنا بقى يبقى الاس بي اس اس طبعا فاهم كويس ان ده فاريبل، اقدر انا احدد بقى كل فاريبلز انا عايزها. طبعا الحاجات اللي انا مش عايزها باي ذا واي ممكن اشيلها، يعني لو انا عاوز اشيل دول مثلا ممكن اعمل كده واعمل كلير كويس، لو انا مش ايه مش حابب ممكن واخد بالك هنقل دول فوق كده مثلا برضو لو انا حابب. طيب مني اعمل كده اهو كوبي، وطبعا اقدر اسمي الفاريبل لو انا عايز مثلا. طيب خليني اهو تاني معلش، يعني تعال نرجع، طبعا احنا كنا هنا كده وده في ار اللي هو الفاريبل 6 يعني، وانا عاوز اسميه كده. طيب فممكن اروح للفاريبل فيو واجي للفاريبل 6 واعمل كده واسميه مثلا بورت اندبندنت.
ينفعش يبقى فيه مسافة ولا أي حاجة، ولكن تقدر بقى تسمي الحاجة زي ما أنت عايزه. لو رجعت هنا هتبص تلاقي إن هو سماها بورد إندبندنت. طبعا لما أجي أنالايز بقى هخش، لما أجي أعمل تحاليل وكده هخش من هنا، وبعدين ساعتها أقدر أخش على الأناليسز وأبتدي أعمل التحليل بتاعي. وده إن شاء الله هيبقى له فيديو لوحده، إن إحنا نتكلم على كل تحليل والريزلتس بتاعته شكلها عامل إزاي، وإزاي إن إحنا نعمل التحليل ده. متشكر لحضراتكم جدا، أتمنى يكون الفيديو ده واضح. لو في أي أسئلة طبعا أنا في انتظار أسئلتكم، وما ننساش نعمل سبسكرايب للتشانل عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. شكرا، ونشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.